مباراة صعبة جدا. فريق بيراميدز فريق جاهز، فريق كبير، فريق عنده لعيبة على مستوى عالي جدا، بس مهما كان احنا الأهلي عندنا لعيبة مستوى عالي جدا جدا جدا. اللي ينقصنا بس ان اللعيبة يثقوا ان هم يقدروا يفوزوا على بيراميدز وعلى اي فريق تاني. ان شاء الله النتيجة تبقى لصالحنا، وان شاء الله 2-0 التوقعات الاول، وان شاء الله احنا وراهم وبسندلهم للنهاية. معلش الماتش اللي فات كانت يعني الاهلي بيمرض انما لا يموت، فان شاء الله ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0 ونركب الدوري ونكمل ان شاء الله. وهو ده النادي الاهلي برجالته، واحنا وراه وبنسانده على طول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هو طبعا هيبقى ماتش قوي جدا بين فريقين، طبعا ان شاء الله النادي الاهلي هو الرابح باذن الله، والاهلي معودنا على كده دايما في الماتشات الصعبه باذن الله يكون قدها باذن الله. واحنا عايزين الروح اللي كان بيلعب بيها في ماتش سان داونز، يعني باذن الله يعني نكمل بكده ونفوز، وده يبقى ان شاء الله ده يبقى بدايه او يعني بدايه النهايه ان احنا ناخد الدوري ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله الاهلي طالما ركب الدوري باذن الله ما ينزلش ان شاء الله باذن واحد احد. والله طبعا هو تمنياتي الاهلي يكسب اكيد، توقعاتي الماتش هيبقى صعب. الاهلي يعني بيمشي على سطر ويسيب سطر، بيراميدز بقاله فتره ماشي الكيرف طالع لفوق، فهيبقى ماتش صعب جدا يعني، ونتمنى الاهلي يكسب ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي هيكسب باي طريقه بقى، علشان اللي حصل الفتره اللي فاتت دي. هو طبعا يعني احنا خرجنا من البطوله بس الحمد لله يعني قدر ولطف، بس المهم الدوري بقى يعني خلاص. بس ان شاء الله هيكسب يعني ان شاء الله بسكور كبير. اكيد ان شاء الله الاهلي هيكسب باذن الله، ونحقق باذن الله فوز كبير عليهم، والمباراه دي باذن الله اللي هتحسم لنا الدوري. احنا كلنا ورا النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، وهنفضل مهما كانت النتائج وراهم، لان ده النادي بتاعنا وفي قلبنا بصرف النظر عن التوفيق في النتيجه من عدم.